السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التزايد السكاني وتدهور البيئة، نص وظيفي 179-181. على بركة الله. إذا هذه الصفحات نبدأ أتحدث عن بعض مظاهر التلوث في بيئتي وأقدم تفسيرا لأسبابه. إذا ندوز بسرعة نجاوب أجوبة خفيفة. تلوث الهواء من مسبباته دخان السيارات والمصانع والمعامل واحتراق مصادر الطاقة الأحفورية مثل الفحم والبترول النفط. تلوث الماء، إلقاء المصانع للمخلفات الصناعية في الوديان والأنهار والبحار، وكذا مجاري الصرف الصحي. الصرف الصحي هو يعني قوادس اللي عندنا، اللي عندكم في الدار وعندنا في الدار. إذا تلوث التربة، تسرب النفايات الصناعية أو الطبية إلى داخل التربة إثر تساقط الأمطار وتعرضها للتحلل. إذا هذه النفايات تتحلل بفعل المياه فتتسرب إلى أعماق التربة. نعم، هذا جواب. أذكر بعض الأنشطة التي قمت بها أنا وزميلاتي وزملائي في المحافظة على البيئة. قمت برفقة زملائي بحملة نظافة داخل أسوار مدرستنا خلال اليوم العالمي للبيئة. مهم، إذا نكتبوا هذه الأجوبة باش ندوزوا لأسئلة أخرى. نعم، ألاحظ الصورة وأرصد مكوناتها. ألاحظ تجمعا بشريا كبيرا، وذلك بسبب التزايد السكاني المذهل الذي عرفه، ما عرفناش لمين جات، عرفه العالم. ألاحظ تجمعا بشريا كبيرا، وذلك بسبب التزايد السكاني المذهل الذي عرفه العالم اليوم. إذا هذا تجمع مكونات ديالو. زيد، أنطلق من الصورة ومن عنوان النص وأتوقع مضمونه. ماذا نقول هنا؟ أتوقع أن يعالج النص موضوع الانفجار الديموغرافي وتأثيره على البيئة. نعم، والأمن الغذائي. نشوفه واش هادشي بصح. إذا النص يمثل التزايد السكاني في العالم عامة وفي البلدان النامية والفقيرة خاصة السبب الرئيسي للمشكلات والتحديات البيئية التي تواجه الإنسان في عالمنا المعاصر. فقد أدت زيادة عدد السكان على نحو سريع إلى تدهور النظام البيئي وإخلال بتوازنه بسبب تزايد الطلب على الغذاء والماء والطاقة والسكن وتزايد النشاط الصناعي والفلاحي، مما سبب ارتفاع كمية النفايات الصلبة والسائلة وارتفاع نسبة الغازات المنبعثة من وسائل النقل أو الناتجة عن حرق الوقود لإنتاج الطاقة الكهربائية واستنزاف الأراضي الصالحة للزراعة. ومن مظاهر اختلال التوازن البيئي سوء توزيع السكان الذي يرجع إلى عوامل طبيعية وبشرية. ومن أهم العوامل البشرية الهجرة من القرى إلى المدن بسبب قلة التجهيزات الأساسية في البادية كالماء الصالح للشرب والكهرباء والتطبيب. مهم، على أي نكمل النص في القراءة. إذا أنمي رصيدي، أختار المعنى المناسب لكلمة استنزاف، عزوف، استفحال حسب سياقها في النص. إذا استنزاف هل تعني استخراج، استثمار، استنفاد؟ إذا هي استنفاد. عزوف، إقبال، انصراف، تكاسل، انصراف. استفحال، تفاقم، تغير، تحول. إذا تفاقم. إذا بلا سياق ديال النص، هذا هو المعنى ديالها العام أصلا. هذا هو، وخا ناخذوها من غير السياق كيكون هذا هو المعنى ديالها، هذا معنى هذه الكلمات طبعا. إذا نمر إلى السؤال الثاني. أملأ خريطة كلمة اختلال، أي أحدد نوع الكلمة مرادفها ضدها وأركبها في جملة. إذا اختلال نوعها اسم أو مصدر، اختل يختل اختلال اسم مصدر، مرادف اضطراب، ضدها توازن وانتظام، تركيبها تسبب التلوث، يسبب التلوث اختلالا في البيئة، تسبب التلوث في اختلال البيئة. أنا نديرو يسبب، نقولو يسبب. نعم، إذا يسبب التلوث اختلالا في البيئة، في البيئة. نعم،
أذكر أثرين من آثار التزايد السكاني في القرش الأولى، تدهور النظام البيئي وارتفاع الغازات المنبعثة من وسائل النقل. ما أثر الهجرة من القرية إلى المدينة في البيئة؟ إذا تعرضت أولاد من الآثار، تعرضت الأراضي الزراعية لتهديد خطير، فقد أجهدت الأراضي، يعني استعملت من طرف الفلاحين يعني بطريقة تفوق قدرته، أجهدت وتعبت وأصبحت الأرض أقل خصوبة. نعم، ما سبب استنزاف الأراضي الزراعية؟ السبب هو الطلب الشديد على الغذاء، مما أضر بالأرض وخصوبتها لتلبية حاجيات السكان الأساسية. وعينوا الجمل التي تطابق الأفكار الآتية من المصندوق: تزايد النشاط، تزايد النشاط البشري من أسباب التدهور البيئي. الجملة التي توافق هذا المعنى هي هذه، أتخذها من النص: فقد أدت زيادة عدد السكان إلى نوع سريع، على نحو سريع، إلى تدهور النظام البيئي. نعم، تحدث الهجرة القروية بسبب عوامل اقتصادية واجتماعية، اللي كدل عليها هي هذه. ومن أهم العوامل البشرية الهجرة من القرى إلى المدن بسبب قلة التجهيزات الأساسية في البادية كالماء صالح الشرب والكهرباء والتطبيب وتدني المستوى المعيشي في الوسط القروي. إذن هادو هما الأسباب مذكورين في النص. ساهم التطور التكنولوجي في الاستغلال المتزايد للطاقة. إذن هذه هي الجملة اللي كدل عليه. وبازدياد عدد السكان في العالم وازدياد الأخذ بأساليب التكنولوجيا الحديثة في كل أغراض الحياة، تزايدت الحاجة إلى الطاقة. ما الحل الذي يقترحه هو الكاتب لمواجهة التدهور البيئي؟ الحل هو اللي في الفقرة الأخيرة، السطر ونص الأخير. علينا تدارك، يعني الحل هو علينا تدارك الوضع البيئي العالمي المتردي في الوقت المناسب قبل استفحال الأمر لإنقاذ كوكبنا الأرضي قبل فوات الأوان. نعم، أحدد انطلاقا من النص أثر كل نشاط من أنشطة في البيئة. إذا النشاط الأول النشاط الصناعي أثره في البيئة: ارتفاع كمية النفايات الصلبة والسائلة. النشاط الزراعي: استنزاف الأراضي الزراعية وتلوث التربة. النشاط السكاني: الهجرة، اختلال التوازن البيئي. نعم، بفعل استنزاف استعمال الأراضي نعم والطلب الشديد على فين وصلنا. نعم، أستخرج من النص مثالين لأثر الهجرة في البادية ومثالين لأثرها في المدينة. البادية: فراغ البادية من السكان، هذه آثار. ارتفاع سن العمال الفلاحيين لأن الشباب هاجروا إلى المدن والمدينة بسبب المدينة. السكن غير لائق بحال دور الصفيح، يعني الكاريان دور الصفيح، صعوبة تلبية الحاجات الأساسية. نعم، أضع علامة أمام الجواب الصحيح فيما يأتي: تدهور النظام، شنو عندنا تما؟ مين أضع علامة؟ راه العكس دابا، دابا هاد القراءة مبدلة على هادي. هنا دايرين عندكم تما أشطبو، يا هنا داير أضع علامة أمام الجواب الصحيح، تما عندكم أشطبو. غادي نمشيو على داك اللي عندكم نتوما، أشطبوا على العبارة الغريبة في عينيه المضمون. إذا اللي غريبة هي هذه: لم يتحدث النص عن إصلاح الأراضي الزراعية، هذه هي الغريبة. أستخرج من النص ثلاثة معلومات. لاحظوا نتوما داك السؤال اللي عندي أنا راه ماشي هو اللي عندكم، أجاوبت لكم من اللي عندكم نتوما. أما بغيت نجاوب على هذه اللي عندي أنا، غندير العلامات في كل شيء إلا هذه. غادي ندير العلامات هنا في تدور النظام البيئي، في اختلال التوازن البيئي، في تلوث الموارد الطبيعية، ونخلي هذه بلاش على حساب هذا السؤال. أما السؤال اللي عندكم ها جوابه وهال: أستخرج من النص ثلاثة معلومات عن التدهور البيئي. إذا النشاط الصناعي والفلاحي سبب اختلالا بيئيا، تزايد الحاجة إلى الطاقة، الهجرة القروية ساهمت في التدهور البيئي.
نعم اكتبوا هذا باش نكملوا. نعم ألخص مضمون النص اعتمادا على هذه الخطاط اللي كتبدا من التزايد السكاني، تزايد الأنشطة البشرية، قلة الموارد، الأنشطة تضر البيئة، اختلال التوازن البيئي، وأخيرا ضرورة التدخل. إذا نقول لقد أثر التزايد السكاني المفرط إلى تزايد، لا ما نقولش لقد أثر في المفرط في تزايد، نديرو في واخا. إذن لقد أثر التزايد السكاني المفرط في تزايد الأنشطة البشرية كالأنشطة الصناعية والفلاحية، وبالتالي الحاجة إلى موارد طبيعية كالموارد الطاقية، مما أنتج قلة الموارد. وفي المقابل نلمس تأثير الأنشطة الصناعية المتزايدة على البيئة، حيث ارتفع الضغط على الأراضي الفلاحية وقلت بالتاء الساكنة تأنيث الساكن، وقلت خصوبتها، مما خلق اختلالا بيئيا خطيرة اختلالا بيئيا خطيرا يتطلب ضرورة التدخل على وجه السرعة. نحن حاولنا نستعمل جميع الكلمات اللي عطاونا في الخطاطة باش نديرو ملخص صغير ووضح جدا، ممكن تكتب انت احسن منه باعتبارك انك ذكي. إذا نمشي، أتأكد من توقعي وأبدي رأيي في مظاهر التلوث البيئي. إلا غادي نقول رأيي كان توقعي صحيحا وصائبا. ورأيك راه باين، تقول يجب على الإنسان أن يحافظ على البيئة وكذا وكذا وكذا، صافي المعلومات ديما كتعاود. ندير عقوبة، دير عقوبة ماشي أسئلة، والله هذاك الشيء معاود بزاف. أرسلوا بعض مظاهر التلوث البيئي واذكر أثرها. المهم مظاهر التلوث: تلوث التربة، تلوث الهواء، تلوث هوائي، تلوث مائي، تأثير على الصحة، أمراض جهاز التنفس، الكوليرا، كذا كذا كذا. المهم بالنسبة لهذا غديروا أعودوا إلى أنشطتي من هذه البيئة في المدرسة، اقترحوا نشاطا تربويا وحافظوا على البيئة، اقترح عليهم التنشاط، صلي على رسول الله.